حصلت الحركة على أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 أغسطس 2022. أنا نهاد الجريري. في هذه الحلقة عنوان رئيس: لماذا لا يتحدث المقدسي في مسألة علاقة القاعدة مع إيران؟ لا أظن أنه يمتلك الجرأة للحديث عن هذه المسألة الحيوية وغيرها من المسائل بشكل عام. نتحدث هذا الأسبوع إلى الدكتور مروان شحادة والباحثين عروة عجوب وأحمد سلطان عن سيف العدل وإيران والمقدسي. وعودا على بدء، أبو مريا القحطاني ينصح أفرع القاعدة بفك الارتباط مع المركز. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا: الجولاني في معرض إدلب للكتاب، وأحمد زيدان يمتدح دماء الشهداء في طريق الدانة، شباب الصومالية يتفاخرون بقتل مدنيين وطواقم طبية في فندق موغاديشو، ولماذا يستعرض داعش سجناءهم المحررين في إفريقيا ولا يعرض محرريهم المزعومين في غويران. في 21 أغسطس صادفت الذكرى 9 لمجزرة الغوطة التي استخدم فيها النظام السوري غاز السارين ضد السوريين الآمنين في أطراف دمشق. أكثر من 1400 شخص قضوا ذلك اليوم، منهم 400 طفل. كان ذلك في 21 أغسطس 2013. على تويتر تحت هاشتاغ لا تخنقوا الحقيقة، تذكر السوريون وباحثون أحداث ذلك اليوم وكيف أن المجتمع الدولي أخفق في ملاحقة النظام السوري. تأتي الذكرى فيما تتردد أنباء عن عرض تركي للمصالحة بين النظام والمعارضة السورية. في تاريخ 15 أغسطس كتب القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني العراقي ميسرة بن علي منشورا طويلا تحت عنوان نصيحة، استقطب ردودا غاضبة من جمهور أنصار القاعدة يتساءل عن جدوى القاعدة وعلاقتها بإيران، فينصح أفرع القاعدة بحل التنظيم بحيث لا يظل اسم القاعدة ذريعة وشماعة لتدخل الدول فيهم، خاصة وأن قادة التنظيم وتحديدا سيف العدل يحكم من إيران تحت الأسر والإكراه كما قال. ومن هنا يتحدث عن فرع القاعدة في اليمن، وربما اختار اليمن تحديدا بسبب العلاقة الإيرانية الواضحة، فإيران تدعم الحوثيين في اليمن وقادة القاعدة يحكمون من طهران. ولنقل جدلا إنهم مرغمون في طهران، فمن المنطق افتراض أن تعليمات تأتي إلى فرع اليمن قد تعترضها القيادة الإيرانية بما يخدم الحوثيين بشكل أو بآخر. يدعو أبو مريا فرع اليمن إلى أن يتفرغوا لمواجهة المشروع الإيراني ويعلنوا فك ارتباطهم الخارجي ويغيروا سياستهم الداخلية والخارجية ويخاطبوا العالم وأهل اليمن بخطاب جديد. من الردود على هذه النصيحة ما كتبه أبو علي القحطاني الذي عرف عن نفسه بأنه خادم قادة وجنود تنظيم قاعدة الجهاد. الرد جاء محكما ومرتبا بخلاف ما نقله أبو محمد المقدسي عن عادل أمين تحت عنوان نصيحة لناصح مغتر، وأغلب الظن أن عادل هذا هو المقدسي نفسه، لأن من يقرأ الرد يرى المقدسي في كل كلمة. نعود إلى أبي علي القحطاني الذي قسم الرد إلى ثلاث: دعوة أفرع القاعدة إلى فك الارتباط، وجود سيف العدل في إيران، ومواجهة المشروع الإيراني. في الأولى تحدث أبو علي عن فك الارتباط بين هيئة تحرير الشام والقاعدة، معتبرا أن الجولاني زعيم الهيئة نقض بيعته إلى الظواهري، وبالتالي فإن نقض البيعة من دون إذن زعيم القاعدة أو من دون أن يقال الناقض هو أمر حرام. وهنا نسأل،
أولا، قبل الحديث عن فك الارتباط بين هيئة تحرير الشام والقاعدة في 2016، لنعد إلى 2013 عندما نقض الجولاني البيعة لأبي بكر البغدادي وكان أميره المباشر وأعلن البيعة لأيمن الظواهري من باب النكاية. لنتذكر أن الظواهري أيد الجولاني في نقضه البيعة لأميره المباشر وأيد انقلابه عليه، وهذا أقل ما يقال فيه إنه خطأ استراتيجي، كما قال واحد منهم هو عدنان حديد في الموقع الجهادي القاعدي البيان في يوليو 2020. حديد حمل الظواهري مسؤولية الأخطاء المتراكمة في الجهاد الشامي. الأمر الثاني في هذه النصيحة والرد ما تعلق بسيف العدل وإيران. يعترف الكاتب اعترافا نادرا بأن سيف العدل موجود في إيران، لكنه لا يوضح لماذا. يقول: منع الشيخ من مغادرة إيران بعد صفقة التبادل مع قاعدة اليمن في 2015، فهل خدع الإيرانيون القاعدة وأخلوا بالاتفاق فأبقوا على سيف العدل محتجزا ضمن الحدود الإيرانية؟ هذا أمر غير واضح. ويعترف الكاتب بأن سيف العدل قراره بيده، وهذا ما قاله أبو القسام الأردني في 2017، الرجل حر طليق في إيران ويعيش حياة طبيعية. لم يتطرق الكاتب إلى مسألة خلافة سيف العدل الظواهري، فهذه المسألة ستدخل الكاتب والقاعدة في جدل آخر. وربما مهم هنا أن نذكر الكاتب وأنصار القاعدة أن إيران لم تأسر قيادات القاعدة وعوائلهم عندما عبر الحدود من أفغانستان إبان الغزو الأمريكي في 2001، إنما دخلوها بموجب اتفاق بحسب ما قاله أبو حفص الموريتاني رئيس اللجنة الشرعية في القاعدة قبيل هجمات سبتمبر في مقابلة مع أخبار الآن في 2013. اعتقالهم جاء في مرحلة لاحقة. وإيران في الحقيقة تقدمت بعرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف، فدخلنا إليها مضطرين. أعلن طالبان أنهم قتلوا مولوي مهدي مجاهد الزعيم الشيعي الذي كان أحد قيادات الجماعة، قتل قرب الحدود الإيرانية أثناء ما قال طالبان إنها محاولة هربه. طالبان استفادوا من مهدي مجاهد في محاولة إثبات شموليتهم في الحكم واحتضانهم الأقليات، وبعد سقوط كابل ولوه منصبا قياديا في المحافظات الشيعية الشمالية. لكن ما لم تذكره حسابات طالبان وأنصارها هو أن الخلاف بينه وطالبان كان بسبب توزيع إيرادات الفحم. يبدو أنه طالب بحصة أكبر من إيرادات الفحم الذي يباع رخيصا لباكستان، كما طالب بحصة أكبر من الحكم للشيعة. قاتلهم وقتلوه. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور مروان شحادي الذي وثق للجهاديين في المنطقة العربية وفي أفغانستان في وقت مبكر. نرحب أيضا بالدكتور عروة عجوب كبير المحللين في كور جلوبال، والأستاذ أحمد سلطان خبير الجماعات الجهادية من القاهرة. شكرا جزيلا لكم جميعا لوجودكم معنا في هذه الطاولة المستديرة. أهلا بكم. رح بلش من عندك دكتور مروان. الحقيقة مع قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والتكهنات حول الشخص الذي سيتولى زعامة التنظيم من بعده، بيبرز اسم سيف العدل وما يرتبط ذلك بإشكالية وجوده في إيران. وحتى بعيدا عن هذا الجدل، أمر يجب الالتفات إليه هو العلاقة الإيرانية. في هاي الفسحة حضراتكم نتساءل لماذا منظر للجهادية والسلفية نشط مثل أبو محمد المقدسي لا يتحدث في هذا الأمر؟ ببدأ معك دكتور مروان. يبدو أن المقدسي في القنوات الخاصة الضيقة يتحدث في الموضوع، ولكن بشكل عام علنا لا يتحدث. دعيني أقول لك أن من سيخلف الظواهر حتى تكون مدخل لهذه الحلقة يعني لن يكون سيف العدل بالتأكيد، لأنه أي شخص قيد الإقامة الجبرية أو خارج أفغانستان لن يكون ضمن المرشحين لخلافة الظواهري. في تقديري أن لا شك أبو محمد المقدسي يعني يتحفظ على الحديث في هذه العلاقة الضمنية التي كانت سابقاً أقوى مما هي عليه الآن، بحكم أن كثير من عناصر تنظيم القاعدة كانوا معتقلين لدى السلطات الإيرانية. وسيف العدل منذ آب تقريباً عام 2020
نحن الآن في آب 2022 اختفى تماما بعد مقتل أبو محمد المصري. يعني بمعنى آخر ما يقارب السنتين سيف العدل لم تظهر له أي تغريدة أي اتصال مع أي شخص على مستوى العالم من المقربين، وهناك تخوف أن يكون إما معتقلا أو مقتولا. دكتور في حالة نعم دكتور سامحني أبو محمد أبو محمد المقدسي، حضرتك حكيت إنه هو في الدوائر المغلقة أو بالجلسات الخاصة بيحكي بالموضوع، هو أيضا فهمنا من حضرتك يتحفظ على الموضوع. الدكتور تقدر تقولنا ماذا يقول المقدسي في العلاقة بين القاعدة وإيران؟ أنا في تقديري أن المقدسي في الحوارات الخاصة التي قمت بها معه أنه يتحفظ على هذه العلاقة ويقول أنها علاقة الاضطرار، يعني بمعنى أن تنظيم القاعدة وقياداته يكفر كما كان المحققون الإيرانيون يقولوا لقيادات القاعدة وعناصرها صف الأول والثاني أن نحن نعلم أنكم تكفروننا وتعتبرون روافض، ولكن يبدو أنه الخوف على حياة هؤلاء المعتقلين من قبل تنظيم القاعدة لم تخرج إلى العلن عداوة معلنة بشكل واضح سوى من قبل الزرقاوي. لذلك أبو محمد المقدسي أيضا من المعروف أنه كان يتحفظ أيضا على العلاقة، كان يتحفظ أيضا على التوسع في قتل الشيعة، عوام الشيعة تحت. دكتور سامحني، يعني بنفهم من حضرتك أنه المقدسي يتحفظ على هذه العلاقة وبرأيه هي علاقة اضطرار، من ناحية أنه الجماعة موجودين في طهران إقامة جبرية، معتقلين يتعرضوا للتعذيب. بدي أروح إليك أحمد سلطان، حضرتك من الفريق اللي شارك في إنتاج سلسلة متلازمة طهران في أخبار الآن، وهذا تضمن النبش في كمية هائلة من الوثائق ليس أقلها كان أبو تأبد. لأي درجة ثبت سيف العدل تحديدا موجود في إيران الآن، موجود بصفة اضطرارية؟ أولا فيما يخص علاقة سيف العدل أو علاقة القاعدة كلها بإيران، يعني هذه يعني علاقة معقدة للغاية، لأن قيادة القاعدة وعلى رأسها أيمن الظواهري الأمير المقتول كانوا يعتبرون أن إيران دولة رافضية، وأيمن الظواهري له مقال شهير اسمه موقفنا من إيران الرافضية، يعتبر فيه أن التعاون معهم غير مجدي وأنه ينبغي على الحركات الجهادية أن تبتعد تماما عن إيران. ومع ذلك كانت قيادة القاعدة يعني قيادة الصف الأول فيما خلا أيمن الظواهري موجودة في إيران، ومنهم سيف العدل. سيف العدل في الحقيقة لم يغادر إيران منذ 2015، وهو كان في عهدة الحرس الثوري الإيراني، ثم نقلت مسؤولية حمايته إلى وزارة إطلاعات أو وزارة الأمن والاستخبارات في إيران. ما بعرفش لأي درجة ممكن نحكي عن الرسالة أو عن المنشور لخالد العروري أبو القسام الأردني. أولا يعني دعينا نعود بالزمن للوراء قليلا، يعني ليس العروري فقط من تحدث عن سيف العدل وأبو محمد المصري أثناء ما كانوا موجودين في إيران. في البداية سيف العدل والمجموعة التي كانت معه انتقلوا في عهدة الحرس الثوري الإيراني إلى مكان يسمى بالسيسات، أي المكان أو المعسكر 300 باللغة الفارسية، وهذا المكان كان معدا لتدريب المجموعات المسلحة الداعمة لحركة طهران. وتمتعت مجموعة السيسات التي كان من ضمنها سيف العدل وأبو محمد المصري بحرية أكبر في التواصل ومع العالم الخارجي والاطلاع على شبكات الإنترنت وكتابة المقالات وما إلى ذلك، حتى أن سيف العدل كتب سلسلة مقالات باسم حركي هو عابر سبيل ونشرها في موقع صهره أبو الوليد المصري مصطفى حامد. وفي نفس الفترة تقريبا كان يشاع في أوساط القاعدة وخارج القاعدة أن سيف العدل معتقل وأنه يخضع لإقامة جبرية وما إلى ذلك. ومن هنا ننطلق إلى رسالة أبو القسام الأردني الذي يقول فيها أن سيف العدل يعيش بحرية داخل إيران، لكنه لا يسمح له بمغادرة الأراضي الإيرانية. وعلى مستواي الشخصي أنا أتشكك في هذه المعلومة بقدر ما ربما هي إقامة اختيارية بشكل كامل، وهو لا يرغب في مغادرة إيران في هذا الوقت.
لأن سيف العدل سابقا انتقل إلى منطقة وزيرستان في عام 2011 وتسلم إمارة القاعدة بشكل مؤقت قبل أن تنطق يتم نقلها إلى أيمن الظواهري، وذلك في أعقاب مقتل أسامة بن لادن. فأظن أن الوضع الحالي هو أن سيف العدل يقيم بمحض إرادته، ويرى أن إيران هي الضمانة الوحيدة لأمنه وسلامته، لذا يتحالف معها. ونجد إشارات أيضا في كتابات صهره مصطفى حامد أبو الوليد لمسائل شبيهة، لأن مصطفى حامد يقول أن البديل لإيران سيكون جوانتانامو. ولعل هذه الرؤية وهذه وجهة النظر هذه التي تحكم تعامل العديد من قيادات القاعدة مع الجانب الإيراني. وأيضا في وثائق أبو الأباد نجد دائما إشارات لإيران، حتى عندما يعني هدد الفرع العراقي للقاعدة الذي أصبح داعش لاحقا بتنفيذ هجمات إرهابية داخل إيران، عابت قيادة القاعدة وعليهم ذلك، وأرسلوا رسالة طويلة إليهم وقالوا فيها أن إيران هي الممر الوحيد لأموال وقيادات وأسر أفراد القاعدة، ومن ثم فلا تهاجموها في العلن ولا تشنوا هجمات داخل إيران. وبذلك أيضا اعترف أبو محمد العدناني المتحدث الأسبق باسم داعش في كلمته عذرا أمير القاعدة، وفي كلمته ما كان هذا منهجنا ولن يكون، وفي عذرا أمير القاعدة قال بالنص الواحد أو بالحرف الواحد إننا التزمنا لتوجيهات قيادة القاعدة ولم وكبحنا جماح غضب وجماح جنودنا ولم ننفذ هجمات داخل إيران امتثالا لطلب قيادات القاعدة. فقيادات القاعدة ترى أن هناك تحالف ضمني، ربما هو تحالف الضرورة نعم، لكن الآن أصبح هذا التحالف يترسخ، خاصة مع حالة التحول القيادي التي تحدث في داخل القاعدة، ووجود سيف العدل تحديدا في إيران يؤثر على قرار القاعدة ككل. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. الحقيقة أنا هلأ حبي رح أرجع لك دكتور مروان، حبي هلأ أني أروح لعند الدكتور عروة عجوب. دكتور عروة، حضرتك كتبت تقرير مهم جدا عن الفتاوى والتطورات الأيديولوجية اللي حكمت العلاقة بين الجماعات الجهادية وكيف انطلقت من ذلك إلى السياسة الشرعية. حدثنا حضرتك عن المقدسي، لماذا هو مهم في هذا الظرف أن يتحدث؟ أعتقد بأنه رمزية المقدسي بدأت بالتبلور مع القاعدة، يعني عمليا القاعدة هي أول من درس كتب المقدسي ومن ثم تلته الجماعات الأخرى، وبالتالي هناك صورة ويعني صورة رمزية عالية للقاعدة، وتبدو كأنه يتجنب المقدسي يعني هيك يتجنب خدش هذه الصورة لمناصريه لأنها تمثله بشكل شخصي. يعني إذا ننظر اليوم إلى تدخله في سوريا على سبيل المثال، لا يمكن لأحد أن ينكر دوره أو فضله على الصعيد الفكري لتشكيل النواة الأيديولوجية إذا صح التعبير الجماعات الموجودة في سوريا، ونحن نتحدث هنا عن جبهة النصرة وتنظيم داعش. طبعا كتبه كانت تدرس في معاهدهم الشرعية، وتحديدا نحن نتكلم عن الأفكار الأساسية التي تبلور السلفية الجهادية، نتكلم عن التوحيد الولاء والبراء الجهاد التكفير والجهاد. لكن بعتقد أنا بأنه تدخل المقدسي في الخلافات التي حدثت في الساحة الشامية لم تكن تدخلات موفقة، أو على الأقل يعني لم يتمكن من رأب الصدع الذي حدث بين الجماعات، ولم يتمكن أيضا من الاصطفاف مع الفريق الذي تمكن من الفوز في المعركة التي وقعت أو القتال الداخلي. ما حدث لاحقا في عام 2016 عندما قامت جبهة النصرة بالانفصال عن القاعدة، في بداية الأمر كما تعلمين نهاد يعني بدأ الأمر لنا جميعا المراقبون أو المحللين لما يجري في الساحة الشامية بأنه القاعدة كانت على دراية بالانفصال، وبالتالي أعتقد أنه المقدسي خدع حينها مثل ما خدع الكثير من المراقبين لهذا الحدث بأنه القاعدة كانت موافقة على الانفصال. وعندما ظهر الظواهري برسالة وأكد بأنه ليس فقط أنه لم يكن على علم بذلك بل أنه رفض تماما الانفصال، خرج علينا المقدسي على عكس أبو قتادة الفلسطيني وتبنى رأي الظواهري، بل يعني اتهم هيئة تحرير الشام بالتميع، وتحديدا فيما عندما تحدث عن فكرة البيعة اتهم الجولاني بتميع فكرة البيعة. أيضا في عام 2020 عندما بدأ الخلاف بين حراس الدين الفصيل الذي تم تشكيله إثر انفصال هيئة تحرير الشام عن القاعدة، تبنى المقدسي يعني لا أريد أن أقول التيار الأردني الموجود في حراس الدين، بل تبنى رأي الحراس كمجموعة كونه
قاعدي الهوى. يعني العام الماضي أصدر فتوى حرم من خلالها الانضمام إلى جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام لأنه يتعاون مع الجيش التركي الذي يعتبره جيشا علمانيا كافرا. يعني في كل شاردة وواردة المقدسي يتحدث ورأيه يختلفون معه يتفقون معه، لكن هو مؤثر وتأثيره أكبر من 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 تأثير مثلا أبو قتادة أو حتى الدكتور هاني السباعي. لهذا أنت كباحث وكمراقب دكتور عجوب، هل تستغرب صمت الرجل عن العلاقة بين إيران والقاعدة؟ يعني كما قال الدكتور مروان، هو الرجل يتحدث، لكن هل يتحدث في العلن، هل يتحدث في السر، هذا موضوع يخصه. ولكن أعتقد بأنه لا يمكن لشخصية مثل محمد المقدسي أن يصمت عن هكذا موضوع. إذا سمحت لي طبعا، يعني أنا أعتقد بأنه يعني بخلاف ما تفضل أحد الضيوف بأنه لا يوجد تحالف بين إيران والقاعدة، وهذا الأمر مفهوم ضمن يعني ضمن الدوائر الضيقة في السلفية الجهادية وضمن أيضا الباحثين المتخصصين في الشأن. بمعنى أو بآخر، أكثر ما يمكن توصيف العلاقة بين إيران والقاعدة اليوم هي التعاون التكتيكي الذي يعتمد على وجود عدو مشترك، ولكن هذا العدو المشترك قد لا يدوم. هذا التحالف أو التعاون التكتيكي قد يتغير بسبب تغير الظروف. أكثر ما يعيق أو يربك هذا التحالف هو وجود هذه العلاقة العدائية على صعيد الأفكار بين إيران والقاعدة. يعني اليوم كما تفضل الدكتور مروان بأنه هو اضطراري، يعني ما لا أعرف ماذا أسميه، ولكن هناك تصور يعني اليوم ضمن الحركات الجهادية هناك الاستعانة بالكفار للقتال الكفار، دائما هناك فقه الضرورات، دائما هناك في حالة من في مرحلة الاستضعاف يخرج الجهادين إلى فقه الاستضعاف ومن خلاله يخففون من هجوماتهم على الأعداء. ما أردت أقوله بأنه المقدسي يدرك صعوبة هذا الموضوع، ولكن القاعدة بالذات أعتقد وطالبان هما يعني موضوعين يتجنب المقدسي الانتقاد اللاذع لهما، وذلك لاعتقاده بأنهما أفضل الخيارات الموجودة التي تمثل أفكاره. اسمح لي أعلق على ما تفضل به الأستاذ عروة. لا شك أن ما ذهب إليه الأستاذين الكريمين يعني هو وصف عام، ولكن أنا في تقديري أن فاعلية المقدسي تراجعت، وأنا أظن أن في الأوساط القيادية على مستوى العالم فاعلية أبي قتادة يعني ربما تكون أقوى وأكبر. بمعنى في البعد الاستراتيجي للجماعات الجهادية يؤخذ برأي أبي قتادة وفتاواه في الدوائر الضيقة وفي صنع القرار والقرارات المصيرية للحركات الجهادية. أما في موضوع الهوى، يعني بمعنى أن القاعدة من الناحية العاطفية، فأنا أجد أن المقدسي يؤثر في شرائح ضيقة، ودعيني أقول بجرأة أن القاعدة ما عاد تنظيما يؤثر لا في الساحات الإقليمية ولا في الدولية، بل أكاد أقول أن الفروع القاعدة المنتشرة وأقواها طبعا هو الفرع الموجود في مالي من ضمن خمس جماعات جهادية، هي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ويليه فرع القاعدة في الصومال حركة الشباب الصومالية، على اعتبار أنهما تلك الحركتان يعني مبايعتان للقاعدة وما زالتا يحتفظان بهذه البيعة المعنوية. بمعنى أن هناك نوع من الاحترام للقاعدة، ولكن في تقديري أنهما لم يعودا يرتبطان تنظيميا ولا حركيا بالقاعدة. لذلك أنا أقول أن المقدسي سواء تكلم أو لم يتكلم، وحتى نعذر الرجل، يعني هناك حدود لحركته وكلامه، يعني حتى ما نطلق العنان، يعني هناك ضغوطات يعني من المراقبة الأمنية والمتابعة، يعني وأنا أظن أنه المضايقة والمتابعة الحثيثة لشخصية مثل المقدسي ليس بالسهولة. يعني في وقت سابق لما تحدث العروري عن أن سيف العدل له حرية، كان أيضا أبو محمد المصري كان يعني ليس في طهران في الواقع، كان في جنوب، وتحديدا في جنوب طهران في منطقة بلوشستان، وكان يعني سيف العدل يتواصل بخطوط وهمية يعني بالإنترنت
مع بعض الشخصيات، ولا نسمي شخصيات حتى يعني للمجالس أمانات، ولكن كان يتواصل بالفعل وله حرية في التواصل. ولكن الذريعة التي استخدمتها الحرس الثوري لمنع سيف العدل من التواصل هو قدرة جهاز الموساد والسي اي من الوصول إلى معلومات أفضت إلى مقتل أبي محمد المصري وابنته. كلامك ما بعرف لأي درجة راح يسبب لك مشاكل عندما قلت إنه أثر المقدسي هو أقل من أثر أبو قتادة، ونعلم نحن الخلاف بين الرجلين الصديقين في وقت ما. ما الذي يمكن أن يحدث أو متى يجب أن يتحدث المقدسي في أمر العلاقة مع إيران؟ لا أظن أن الموضوع يعني من قدرة المقدسي لمواجهة قضايا حساسة حتى لا يخسر جمهوره. يعني جمهور المقدسي هم أتباع القاعدة الآن، يعني آية تحرير الشام هو على خلاف عميق مع الجولاني وأتباعه، تنظيم الدولة الإسلامية داعش أيضا على خلاف مع أتباعه وأنصاره وقياداته. أنا في تقديري أنه لن يفلت عليه دبابير الإنترنت حتى يهاجمه، فبالتالي أنا في تقديري أنه يسكت عن كثير من القضايا حتى لا تتأثر فاعليته وشعبيته لدى الشريحة الصغيرة المتبقية. هل يجب برأيك يجب أن يتحدث علنا المقدسي في العلاقة بين إيران والقاعدة وفي وجود سيف العدل في طهران؟ لا أظن أنه يمتلك الجرأة للحديث عن هذه المسألة الحيوية وغيرها من المسائل بشكل عملي. ربما يتحدث الدوائر الضيقة عن حالة عدم الرضا أو القبول، ولكنه لا يتحدث بسبب المفاسد التي ستعود عليه أولا وعلى الجماعة ثانيا. شكرا جزيلا يا سادة على حضوركم معنا. شكرا دكتور مروان شحادة، الدكتور عروة عجوب، والأستاذ أحمد سلطان. شكرا جزيلا. العفو، أهلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.